مين انت زعلان منه؟ حد معين يعني؟ بص يا كابتن شادي، انا والله ما بزعلش يعني. قول على هو انا زعلان من فلان. لا لا، ما عشان انا فعلا ما عنديش، لكن انا بزعل جدا من اي حد بيبقى قاصد انه يقول كلام وحش على حد، يعني انا ما بحبش الحته دي. لكن ما فيش حد زعلان منه فعلا. لو في حد زعلان والله اقول، لكن انا والله مش زعلان من حد خالص، ومسامح كل الناس وبحب كل الناس، وما عنديش علاقه وحشه مع حد خالص يعني. توعد جمهور النادي الاهلي بيه؟ اهم من الوعد انك تبقى دايما على قد المسؤوليه، انك تبقى راجل، انك تعمل اللي عليك، ما تقصرش في حق نادي الاهلي وتيشيرت نادي الاهلي. والوعد اللي هوعده لهم ان شاء الله اللي احنا هنعمل كل اللي علينا، هنتعب، هنعمل اكتر جهد ممكن نعمله عشان نقدر نحقق كل حاجه نفسنا فيها وانتوا نفسكم فيها ان شاء الله. هتعتزل في النادي الاهلي؟ حضرتك بتسالني انا؟ انا قلت حضرتك لو ينفع اقعد في النادي الاهلي العمر كله انا موافق، بس ده مش يعني انا عمري ما هروح اطلب من الاهلي ان انا امشي. حتى لو جالك عقد احتراف برقم مغري؟ عمري النادي يتعامل مع الوكيل، يتعامل مع الاداره، لكن انا عمري ما اطلب الكلمه دي. الفلوس ولا البطولات؟ البطولات طبعا. ليه؟ حضرتك خدت بطولات ومعاك فلوس دلوقتي مثلا، حضرتك انا احسن، البطولات والتاريخ ولا الفلوس؟ الفلوس مهمه، البطولات كنز جوه البنك، بس حضرتك هتفضل مدى الحياه اسمك معروف. بالظبط. فانا ده اللي انا عايز اعمله في حياتي، عايز ابويا وامي واخواتي واهلي لما يبقوا ماشيين انا اتشرف بيهم، هم يتشرفوا بيا.